بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الأحمجيخ، المنسق العام الناطق الرسمي لاتحاد جمعيات مغاربة شعلوة، رئيس الجمعية الأمازيغية للثقافة وحماية مستثمرين مغاربة شعلوة، وأستاذ في التعليم الأمازيغية بشراكة مع الوزارة مغاربة العالم والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. في الحقيقة كان خطاب جلالة الملك يوم 30 يوليوز هو إعطاء الحق الكامل لرعاياه الأوفياء المقيمين في العالم، وكان خطابه ساعقان نزلت على رؤوس الفاسدين والمفسدين. كيف يعقل 6 نوفمبر 2005 6 نوفمبر 2006 6 نوفمبر 2007، 9 مارس 2011، 20 غشت، يوم ثورة الملك والشعب 2012، جلالة الملك تكلم وأكد حقوق مغاربة العالم ولك أحد ينفذ، ولكن جاء ياثير اليوليوز فكان خطابا قوي، محاربة الفساد في القناصلة وفي السفارات وفي كل مكان. جاء يوم الوطني لمغاربة العالم 10 غشت من كل سنة الذي سنه جلالة الملك، وكما سمعنا أن وزير المكلف بمغاربة العالم، أنا أقول الوزير الفاشل أنيس بيرو، أراد أن يحذف وأن يلغي هذا اليوم الوطني. أما بالحسيمة حضرت شخصيا مع السيد الوالي جهتاز الحسيمة تاونات جرسيف عامل الحسيمة، كان ناجحا وتم تكريم المرأة المغربية، وكنا نعمل من أجل مغربة العالم، وأخذ عدة طلبات مشاكل، ونحن دائما مع الله الوطن الملك، ولكن يجب كيف أن نشارك في المشاركة السياسية والانتخابات لأن نصل إلى بناء دولة الحق والقانون التي ينادي بها جلالة الملك. ونحن في أوروبا من له قانون يعيش ومن له قانون في ظلام، إذا محاربة الفاسدين في القناصلة واجب. نحن نؤيد خطاب جلالة الملك، هو بمثابة سيف عدل ذو حدتين القضاء على الفاسدين من جميع القناصل. وتم وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن ترأس مع بعض الشباب ليكون كقناصلة، ولكن لا ننسى أن المرأة المغربية يجب أن تكون قنصلة، وكذلك أن نكون نحن مغاربة العالم كقناصلة في أوروبا، ونحب أن يكون أحد من مغاربة العالم مستشارا لجلالة الملك أن يعينه بدلا من تلك الوزارة، وبدلا من ما يسمى بالمجلس، وبدلا من ما يسمى بالمؤسسة. نحن مع الوطن، نحن مع القضية الصحراء المغربية دائما الأمام. المشاكل التي هي عملية العبور نحن لا تهمنا، كنا نعبر من الستينات بأموالنا إلى وطننا. كما أقول دائما العبور حقا يجب أن يكون، ولكن من أين؟ من القضاء الفاسد القضاء النزيه، العبور من الإدارة الفاسدة إلى الإدارة النزيهة، العبور من الظلم والتظلمات وإعطاء كل ذي حق حقه. مغاربة العالم لهم حق كامل من جهة الملك، ولكن الآخرين لا يريدون تطبيق كلام جهة. نقول مع الملك ودائما مع الملك، الله الوطن الملك. مشاركة مغاربة العالم في الاستحقاقات الانتخابية، المشاركة لمغاربة العالم في الاستحقاقات الوطنية اليوم المحليات بدأت ومضت الغرف والجهوية، إذن كيف سنشارك نحن في المحلية وفي الجهة وفي الإقليم؟ كيف؟ هل هناك مقعد خاص لمغاربة العالم؟ كيف سنشارك مع الفاسدين الماضي؟ أما الاستحقاقات التشريعية 2016 فكيف سنصل؟ نعم، زيادة مقعد برلماني خاص في كل الجهات المملكة والأقاليم ليكون لنا الحق للمرور إلى البرلمان لندافع نحن أنفسنا بأنفسنا على مصالحنا. أما الأحزاب، أين الأحزاب؟ أين الأحزاب؟ اللغة الأمازيغية بصفة أستاذ في التعليم الأمازيغية في بلجيكا بالشراكة مع المعهد الملكي والوزارة، كل وزير مكلف بمغاربة العالم والوزراء الآخرون حينما يتحدثون نحن جئنا من أجل التعليم اللغة العربية والثقافات المغربية، لم يذكر أحد منهم اللغة الأمازيغية، كأنهم عدوة لهم. يا أخو احنا عندنا فصل 5 من الدستور، أمازيغية لغة رسمية مقدسة مع اللغة العربية، نحن لا نتبعنا لها. أنا بنفسي أخذت سؤال قلت للوزير
قلت اللغة العربية المقدسة وقلت الثقافة. لما لا تذكر اللغة الأمازيغية؟ السلام عليكم. نعم، هناك فصل من الدستور يعطي الحق الكامل وتصميم اللغة الأمازيغية. المغرب أمازيغي، صحراوي، أطلسي، سوسي، ريفي، ولا ننسى اليهود المغاربة لهم حق في وطنهم. نحن مع الله وتعالى الملك. السلام عليكم.